أمين، ويقول عنه الرافض خان الأمين. سبحان الله، أمين وخائن يشتبه، إما خيانة أو أمانة. قل من كان عدوا لجبريل، خان الأمين فصدها عن حيدر، حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. نعم، طيب قل نزله، هذا فيه أن القرآن منزل المخلوق إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات أن القرآن كلام الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. في قاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات، أن الإنسان إذا أشكل عليه، أشكل عليه دليل من أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تقول آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد الله. النتيجة يهدك الله. آمن أخلاص تهتدي، بخلاف أهل الباطل يعتقد ثم يؤمن. أنت ماذا تقول؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، النتيجة يهدك الله. خلاصة عندنا، هذه قاعدة ملخصة. آمن تهتدي، آمنت بالله بما جعل الله على مراد الله، آمنت برسول الله بما جعل رسول الله على مراد رسول الله، نتيجة يهدك الله. نعم، قال اقرأ. أنزله روح القدس. نعم. قدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني في نجد يعلم النبي عليه الصلاة، لسان الذي ينحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قلنا ما أحد يتكلم على ما في القرآن، يقول مخالف للغة خلاف الأفصح، كلمات غير عربية، هذا لم يقل به الكفار الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله، أين الأسماء صفاتنا يا رجل؟ سبحان الله، لماذا جاء بهذا الآية؟ هذا لعله خطأ بعض النسخ، هذا نسخة لعله فيها شيء خطأ. نعم، رؤية المؤمن لربه، أين الصفة؟ هذا ليس في الصفات، إثبات وجه الله تقدم، لماذا يكرر؟ إثبات وجود الله، يذكر وجود الله كافر. يا أخي خطأ بعض النسخ وارتاح، اشعلك أنت، ما يخطأ النسخ، ما قلنا شيء حتى لا تزعل. يا أخي رؤية المؤمنين لربهم هذا من الإيمان باليوم الآخر، صح ولا لا؟ ما علاقة هذه الآيات باب الأسماء والصفات؟ ليس لها علاقة إطلاقا. فالحق أن نقول أنه لعله خطأ بعض النسخ، وهذا الأخ لعله أتى بنسخة من هنا أو من هنا، أو انتقل، ما ينتقل ذهن الناسخ أحيانا يكتب بعض الأشياء وانتهى الأمر. بعد هذا على الأرائك ينظرون. يا أخي بعد هذا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، بعد هذا وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، هذا أربع أدلة، أربع أدلة فبقي. نعم، بعد وهذا الباب في كتاب خلاص انتهى الحمد لله، لعله في آخر الآيات انتقل ذهن الناسخ وكتب هذه الآيات الأربع. صحيح؟ أخواننا ما علاقة باب الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، هذا من الإيمان باليوم الآخر، ما يمكن يمكن هذا أحد أنا أعرفه. طب لماذا ما ذكر لك مثلا يعني بعض الأمور مما تكون يوم القيامة الشفاعة وكذا؟ لو يذكرها لقلت ما الذي يعني جعل المؤلف يورد هذه الأدلة؟ صحيح رؤية المؤمنين لربهم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لعلم الأدلة هذه كان هذا موضعها. فنقول انتقل ذهن بعض النساء من
ذاك الباب إلى هذا الباب وضعها للآيات فتنقل من هنا إلى هناك وتستقيم مكانها. بسم الله سبحان الله ما يخطع لهم أحد. ما قبل من يخطع؟ أنا ما أعطي لهم إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا ترى إثبات ذات يعني أنت رهب عظيم فتح الله عليك من صحيحة هذا كلامه صحيح. من قال أن ما أخطأ في طبع الله ما يخطئ عندكم أحد؟ الله عليك. كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ هل يمكن أن يرى شيء بدون صفات؟ على عدم. فيلزم كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. وإذا كان كنا نرى الله هذا معناه أن لله صفات. فالذي يثبت الرؤية يثبت الصفات، والذي ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار. من قال ما أخطأ يا رب؟ ولا داعي لك هذا. المؤلف رحمه الله تعالى أراد هذا. أدلة الرؤية في القرآن كم؟ ذكر أربع أدلة هنا. أربع أدلة تضيف إليها أدلة ثلاثة. تكون المجموع سبع أدلة. لكن أدلة الثلاثة أدلة عجيبة جدا. استدل بها على الباطل على ماذا؟ على عدم الرؤية. شيخ الإسلام رحمه الله قال لزاما عليه أن لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب الدليل عليه. يقول أي صاحب باطل يأتيني بأي دليل يستدلني على باطله فأقول يلزمني أن أقلب هذا الدليل عليه. هذا من توفيق الله، هذا ليس بيدي واجتهادي والله. فالتزم شيخ الإسلام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا أقلب الدليل عليه. يقال الله عنه البخاري رحمه الله عنه من دخل إلى العراق قال يدخل عليكم البخاري ولابد، وانت تعرف الحرب على اهل السنه، فقال لابد ان تفسدوا على هذا الرجل حتى لا يقتر به الناس وياخذ الطلاب وياخذ كذا. فاختاروا عشره منهم وقالوا كل واحد يحفظ لنا عشر احاديث لكن يغير في الاسانيد مع المتن متن الحديث. عندما جلس اجتمع الناس وجلس البخاري للتحديث قام الأول وسأل عن حديث الأول فقال البخاري لا أدري، الثاني قال لا أدري، الثالث الرابع إلى عشر حديث يقول لا أدري. الناس ضجوا قال هذا البخاري ما يعرف عشر أحاديث ما أجاب عن حديث هذا من جهال. العلماء قالوا فهمنا الرجل فهم حتى انتهى الأول. فقال انتهيته؟ قال لا، قام الثالث الرابع الخامس السابع الثامن التاسع عشر. قال انتهيته؟ قال انتهينا. قال الحمد لله. بدأ إلى الأول ذكر له الحديث الذي يعني مقلوب قال أبو علي البخاري وأرجع إلى أصل والثاني حتى أرجع المئة كاملة. فعرف الناس علم هذا الرجل اليوم يقع مثل هذا. اي نعم الجهال لا يعرف ويبدا يتكلم بعض العلماء حتى يتكلم بايات كبار العلماء صحيح لكن العالم يعرف. طيب
رؤية المؤمنين لربهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، وأنه لا يمكن أن يرى الله إلا في عرصة يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله. إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. وقلنا خرج له وقال إن ربك، فبصق في وجهه قال احس عدو الله شيطان. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. الأدلة أربعة. يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، هيئت هذه الوجوه، نسأل الله من فضله. بعض العلماء قال، يعني هذا من باب التحذير والتهويل، انه حري بمن انكر الرؤيا الا يرى الله. اعظم نعيم، اعظم واكثر ما يتشوق اليه المسلم رؤيه رب العالمين، نسال الله من فضله. وجوه يومئذ ناظره، اي من النظاره الحسن الى هنا فعل معدى إلى ما يمكن أن يكون إلا في الرؤية الصريحة، إلى ربها ناظر. هذا الدليل الأول. الثاني، على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. للذين أحسن الحسنى الجنة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعدى من جاء عليهم عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمن لربهم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقلنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية المؤمنين لربهم أربع أدلة. نضيف على هذه الأدلة من يعني ثلاثة أدلة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤه رآه أولياءه. هذا الدليل الخامس. نعم. تحيتهم يوم يلقونهم الثلاث. نعم. لا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. بل هم بلقاء ربهم. لا تدركه الأبصار. كيف؟ هذا الدليل على عدم الرؤية. لا، دليل على الرؤية، لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، جبريل عليه السلام في سورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها سد الأفق. أدركه؟ لا، رأى. نعم. إذا عدم الإدراك يدل على الرؤية. هذا السادس. السابع، لن تراني. عجيب. لن تراني احتج به أهل الباطل، ومنهم الزمخشري يقولوا هذه لن الزمخشرية. لن تراني. اسمع، لو كانت الرؤية أمر ممتنع وباطل ولا يمكن، لبين الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أعظم نعيم. لو كان هذا الأمر باطل لنهي عنه موسى عليه الصلاة والسلام، كما في قصة نوح. نوح عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله سبحانه وتعالى قال وإن وعدك الحق، قال إني أعلمك. إذن هنا سأل عن شيء محرق ولكن أسأل، لكن هنا عندما سأل موسى الرؤيا سأل عن أمر يتطلع ويتشوق إليه كل مسلم، ولم ينكر الله سبحانه وتعالى هذا، لكن القوى البشرية في الدنيا لا تنكرها، وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا على وجوه الجمل. إذا هذا دليل على الرؤية، لن تراني. مفهوم. ومن قال انه لا، لن هذه على التأديب؟ سنخشرك كلام باطل ولا شك في بطلانه. نعم. ولن يتمنوه ابدا. فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا لن زمخشري. نعم، لن زمخشري، لكن توقع على الزمخشري. نعم.
قال وهذا الباب في إذن أدلة عندنا سبعة. إذا قال لك قائل ما هي الأدلة؟ هناك بعض الأدلة أيضا تزيد على هذا، لكن أنت تعد سبعة أدلة تضيف على هذه الأدلة. كلّا أنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون، لن تراني لا تدركه الأبصار، هذه كلنا دليل على ربهم. قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. هذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، بل لا تخلو منه آية حتى صاد وياسين وطاع. نعم. من تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن؟ ذكر لك الأول التدبر والثاني القصد طالبا للهدى، تبين له هذا الطريق وآمن بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لي ولكم طريق الحق ويهدنا إلى هذا الطريق. أين نسأل؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.